جاء رجل ملحد أو يدعي الغيب، علم الغيب، فقيل إن هناك الشيخ الألباني يكذبك أنك كذاب. قال أنت جاء عند الشيخ الألباني وقال أنت تريد أن أنت تكذبني؟ نعم أنا عالم الغيب وأنت تكذبني. قال طيب أنت تعلم الغيب؟ فماذا قال الشيخ؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ ماذا قال؟ نعم، قال أجادلك، قال أنا جيت أناظرك، هو نفسه واقف على رأسه يقول أنا أريد أن أجادلك أناظرك. قال أناظرك بشروط. قال ما هي الشروط؟ قال أنت عالم الغيب، اعلم شروطي. فبهت مسكين. المناظرة في دقيقة واحدة. ولا يجوز لكم أن تغضبوا، فالغضب هذا دليل الضعف أمام الخصم بالراحة وبالحكمة، ما دام كتاب الله وسنة رسول الله.